من عيون الناس والله والله نغير عليك يا عمر عليك. ما يهنالي البال إلا بين إيديك من خوف عليك. نشوف مذاكر على طبيعته ولكن أنا اللي شربت منه حاجات، أنا اللي خذت منه حاجات على مستوى طبيعته معناها ومستوى شخصيته الإنسانية وعلى مستوى شخصيته الفنية. يا أبي صابر باي أنا نحب برشا وتمنيت لو كانت ليالة بعد ما غنيت غنيتي الناس كانت معناها تقول أغنية دي بشكل توج، وحتى الصحفيين كانوا معناها شادوا الأغنية وعجبهم الأداء تاعي، ولكن بعد فجأة لو كان الأغنية ما توجدش